بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران خوش تفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جاكين لبن صلاة خود لبن جارا قادي هاتين خزمات ودا بو پیش کش کرنا خلق اكا ديش برنامه دیگه القرآن شخودت خوزنو كي هر جار خودت تعالى وي خرقه جي بك جه خير ومفاي بو ما و بو همیا خوش كبرات رزدار امش بینه كين دين ما اسلامتي دين حجه کرنه دين هنده امپیگ و بجين دين هنده امپیگ و کم ببینو اگرتی بین قرآن اگه تصحکیه گلگ آیت دا بحث هندی کری که ام بسرمان ایگ بین ام بسرمان ایگ فکر بین ام بسرمان جیگ و نبین ام بسرمان ها هر اکشم الجه کی بد اگه تصحکیه آیت قرآن جو سبحان الله و کلمت قرآن خواب خواب کار تینت معانیت گلگ مازن و حکمتت مازن تیدا جوامع الكلمة كلمة كرتن بس قال قالك الرمان بنفع وقت خد تعالى بجت ما واعتصموا بحبل الله جميعا إن همي بي فوت قالك خاب وريسي خدي فبقيله ده وريس جي علامة تشي نشانة تشي وقت كت كفت جالة كده كت كفت نخوشية كت تنقوية كده هندي أكون رف بي رزقار ببت خاب بي فبقيله جا حبل الله دين خدي إسلامتية قرآن كلمات جميع جي يعني همي بيك فوت جاليك نا هريك شما بوستر يعني اكيد بجن بخوشول بكت تفريقي تشيكت هذا جالا جالا كخالتا ساكن قران كاتشاو بيوان ديد ما بسلمان جاليك بهزت اخت اما هندك ايات وهندك فرمودت بيغمبري صلى الله عليه وسلم انين و بلجا ودليل كو دين ما تشانت حاجة هندي كرا ام بسلمان حاج ايكو دو بكيم ام ايكو دو بجرين ساكي خود پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مثلا مروفت مؤمن باوردار مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بجد وكي كالمثل الجسدي وكي مثلا مؤمن همي وكي مثلا جسدك هنا جسدك جسدتا هكر تبلك وتبشت ددانك تبشت لش هميش برناحة وتتشت هب خود ایمان درست اوه وقتی تو ایمان دار بیفت تو برای خواه وصل بی کچه ها تنوی تو ای که یعنی ایک تا بیشینه و تجینه تو ای بیشینه و تن بوی کد وصل بی المؤمن للمؤمن یشد بعضهم بعضا مؤمن و کی آتا قرآن بجد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا و کی دیواره که کچه ها دیوار ای کدو دگیرت ای کدو تمامت کد ان بسرمان جیفت وصل بی ابدهان دقو آیاتو فرموده هنه ناکامی ها هم دید که نبذا هم دید که ام یعنی جیگ چویی بین ام جیگ تفریقه و اختلافات مازن نوبرامه دا پیدا بود قرآن نبذا هم دید که ناکامی ها هم دید که ام تنازع و هفرکی گل ایکو دو بکین خود تعالی بجد و اطیع الله و رسوله ولا تنازعو بو چیچی بولا تنازعو یعنی هفرکی گل ایکو دو نکن چکی ها که ام گل ایک هفرک بین ام بسرمان مایم ایکو دو و ده هزامه ده سز بد، ده خواف بد، ده بربلاف بد ام ده جیگ و بین و برانبر هم ده شنام هزا خواه برانبر دجمن هم کار بینیم، برانبر تشتید مازم، برانبر یعنی او کارسات سرمه بسرمان هاتین ام ده ایک و دو کارین نوی هزه و هدف و ارماجا دجمن هاتی ده بوی ابجه اید ولا تنازعو اکثر خود تعالی فتفشلو فا تعقیبی همه مباشر هنده یعنی ده ساقط بنو ده فشل این بالمقابل خود تعالی هندانا ما حث ما یا کری که انبرف ائتلاف و اگرتن و اتفاق بچن اتحاد بچن ایک و دو بگرین و برف آشتی بچن خود تعالی بجو المؤمنون و المؤمنات بری ما ایدا هنده ام رویت مؤمن چجن چه ظلم و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض هاری کارو پشتوانت ایکن ام ده بحث هنده کین راست هنده اختلافات جزئی فرعی ده مهبن بس وكي امام الشافعي قال لك بانصاف بيجد بيجد بلا ام هاري كاربين هاري كاربين التعاون هاري كاري يقول لك تشتي فيما اتفقنا اتشتي ام تيدا ايك بلا ام هاري كاري يقول لك بين ويتشتي بيج بيخين ويتشتي قال لك اكي بيجن جنجاي بين ويقول لك بيجرين و والتسامح فيما اختلفنا هكي عندك تشتي اختلاف عذراب يقول لك بوبولين و بوزانی خوش کبرت رزدار والله ام بسرمان ام بسرمان پترش نوتو پینج ساده ام متفقین سر هندک تشتا احتمالا پینج ساده هندک جزئیات هم نه ایک بین و غیری بسرمان ها هین زانن
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قرآن بيجد خدا غير بسمنا بينج الصديجي بينج الصديجي نايكن يعني بينج الصدي ايكن نوتو بينج الصدي نايكن غير بسمنا بينج الصدي ايكن نوتو بينج الصدي نايكن برجوان ديت وانا بلي چونكي بينج هاي هما همي نقطة حف بشك بي بينج دا خد كن ايك و اكي اوشتيا ما براوان دا بيش كرتنا ما براوان دا هاي وحتى دمائيكي او نوتو بينج الصدي بشتا خويا دا يعني شلاشوان اختلافاتانيا بينج الصدي اخوا بي جرتي يعني بسرمان بوچي وصف خداني خوا في دينينا خداني خوا فان آياتاني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا راسا عندنا جدي خصم جدل اودي تشبت بس خدت على تشد بجد مباشر دي في اودي والمؤمنون وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هكا مون بيغفا بين دو طائفة مؤمنة خدت على شهادة يا ايمان بودت وان طائفتان من المؤمنين هر دو مؤمنين دو لاينن مون بيكو دو فاشر يكو دو كير فاصلحوا بينهما هني تهندي بين هندي بيتش نصلحينا نبران دا كيبوتش تشينك انما المؤمنون اخوه هكتا مؤمن تا مسلم ايمان خدان ايمان تا برانا دينا او تا ايمان رفض كر يعني معناه تمرفنا خدان ايمانا خدت على دي صمت بيجتما وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون هن همي ايك امه او امه جي اسلاما هن ايك امه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هذا هم يخط على النهي وما يشندت كوام تفرق لكن أن هذا صراطي مستقيما إك صراط إسلام يراهي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ديف إسلامي هر ولا تتبعوا السبل ديف هزرو بيرت بوچون اتخالت نكن فتفرق بكم عن سبيلي بله خوش كبرات رزدار ام بسرما ما گو پترم نوتو پنج ساده ایکین بو چی؟ چنکی ما وحدت العقیده یا هی خود عقیده ما همی ایکه ارکان اسلام و ایمان همی بسرما تدا متفقا وحدت العقیده ما یا هی کسی حاشا شک نیند ارکان اسلام و ایمان دا ما یا هی وحدت العباده عبدینی ما جی ایکه او عبادت امد کی؟ ایک عبدینی ما یا هی ما قول النبي عندك بصرمان طبعا بصرمان بن بيشتي هيفا رمضان شني قص سهر رجي الله يقول نخي همي هيفا رمضان بروجي بن همي موسم حاجة شن حاجة همي روجي شاف الروجا بينش نيفيجات كان يعني وحدة العبادة ما هي ووحدة الشريعة ما هي إيك شريعة ما هي شريعة إسلامية وحدة القدوة إيك قدوة ما هي أوجي محمد صلى الله عليه وسلم ما همي أنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ام حميل ديف في پیغمبري تشين صلوات خدر سلم اك قدوه ما هي محمد صلى الله عليه وسلم وحده الحق وحده الدين دين ما هم يا اك اسلام وحده القبله ام مسلمان حمي بري خد دين قبله كز بري خو مشرق ومغرب نودت حمي بري خد دين قبله وحده السلوك والاخلاق ما اك اخلاق ما هم يا اك دف ما مسلمان هم يا حاشا دهما بي سي فاحشه كريته رازگویی چطوری باشه دراو چطوری کرده یعنی حتی دمایی که ما اخلاق ما جه همی ای که کس اخلاقی دا یعنی ما دوبرکی تدانی نه ام همی حش اخلاق درست کن ولق پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیجد لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا هن ناچن بحشته حتى هن باوری نئینن ولا تؤمنوا حتى تحابوا سحکیه بفت چه تهدیده و هن ایمان جنوینی حتى هن حش کدو بکن بشتي إنك پیغمبر صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أردت شكني شو ندم هين بكن حاجة كرنا براوان دا پيدا بد قلت أفشو السلام بينكم جالك صلاوية قدوب كن سلامتي واشتي بلا بكن جالك سردانة قدوب كن ما بو چي خود تعالى روجانا بين جارا ام بسرمان قصدام زگفتت كين و خیر نویج از مزگفتش 27 نویجانه خیرای 27 نویجانه دام الوری کدوب ببینین دام پسیار حالی کدوب کین دام حش کدوب کین دام صلاوی کدوب کین 27 نویجانه خیر مزگفتی روز پنجارا اوه همی یه هندی کد علاقت ما گلیک خوش ببن پیوندید ما گلیک دام ببین ایک ام پیگ ورچین حاجت ایک وقتا رمضان پیگ ورد گیرین زکات حاجه کنو علاقتا هزت اخد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجد حق المسلم علی المسلم ریاته بجد 6 ریاته بجد 5
حق مسلمي مؤمني سال مؤمني مسلمي سال مسلمي ششم شوانت بيشت عيادة المريض تسال دانا نساخة كما فهمي علاقة ما ما تكت إيه ما بيفت جريدت إيه بو كم صار يكو دنو دين يعني بو كم جيك فبنا بلا أم جالك كن دويك دا أو سوء التفاهم وسوء الظن يمال جالك هاي دا نمينت عيادة المريض بيغم صلى الله عليه وسلم بيجيت وخطيت تجدل بو خدي سران نساخة كده حفتي هزا ملايكات بوتا دعات ينو طلبة غفران دنا قناهات ينش خدي خدي تعالى تابو بورد اتباع الجنازة ايكش حق مؤمني لسر مؤمني مسلمي سر مسلمي تو وقت ايك بمرت القلب بچه قلب جنازة بچه حتى دفشيرن اجابة الدعوة ايك دعوة تكر بو وليما ايك بو هر تشتاك هبت ايك تعذرك اشترعين بت فيتو بچه رد السلام ايك صلاف كرتا تو صلاف ايك سنادة بس ورگتنا صلاف فرزة ايك صلاف كرتا تو صلافاوي فقيري إيك بهني جيبت بيجي يرحمك الله قال الحمد لله تجي يرحمك الله ومتفق عليه برام بروي أفهمي طبعا أمري ما فان تشتات كيت فان آياته وفان فرمودة ما قوتين دا أم ببين إيك دا أم حشي قدو بكين إيك جرتي بين برام بروي بالعكس نهيما شو أم تشتات كيت أبكو أم جيك ببين بوش قلت على غيبات نميمات تجسس سوء التفهم سوء الظن أفتشتها لمزو غمزو همزو خطب چواجي إشارات أفهمي خدت على حرام كرين إشارات جواتو ياري كودي كي بديه أفا خدت على حرام كرين دا علاقة المال جليك جيك ونبن باشا خوش كبرت رزدار أم دشني چي نوف بابت خدا بو چي مادم أم خدان خو أفي دينه هنده عظيم هنده صدان و دهان آيات و فرمودت صحيح و أقوالت بصرمانا و بري ما يدعي كو أم حشك و دوبكين أفتشترنو كما قوتين باشه بوچی اف دینه ما بهنده مد یعنی پال دت کوم یکو دو بگیرین بوچی هنده ام دجمناتیا یکو دت کین ام بسرمان تایبت ایک گلا جرا ما ویل دف مهی سوء الظن یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن چونکی ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا سوء التفاهم گلا گلا تشتکی خلط النظر ما داهبت یادیجی اوه یکو اف خالت امتی دا نه ایک ام گلک وان تشتات آزدینی اف چید اویت ام ایک ام گلک ویچتی یعنی نا خسر ولی نادین حاشا اوه چنکی ما گود مسوء التفاهم یاد گل هندک خالت جیاوز هین اواد بجنه الاختلاف اگر خود حسید ها دی بابات ما وی خلکی و خلکی بید دی سر هنده بس حسکم اف مفهوم خوش کبرت رزدار بو مهمیه والله امش بر خوده وید بیجین خوده پیش خواده که رو نبتم چجارا ویچ تینا بیجین مسوء التفاهم یا هید گل اختلاف ادب الاختلاف منی نه چکه ام نوتو پنج ساده ایک اینجاره نوتو پنج ساده ام پتر ایکین نه کم تری باشه جاره هم دیسه هم بابا تا آخوین وی خلق یو خلق آبه جاره اختلاف خواد چیه پشت اینگه حکمتش اختلاف چیه طبعا اختلاف دی بحث بحثین میگم دی چن نافدا پشت اینگه جورت اختلاف چنا بوده بحث ویجی کن جورت اختلاف دوی خلقه دا او بو چی وش بر چی اختلاف هیه نام مرا بسرمان دا اختلاف چیه؟ حکمتش اختلاف چیه؟ جورت اختلاف چنا؟ بو چی وش بر چی اختلاف هیه؟ او چوا تعامل دیل اختلاف بکین؟ او کنگی چه تشتی دا اختلاف درسته طبیعیه؟ او چه تشتی دا چنا بد؟ نه طبیعیه و نه چه مروف اختلاف مختلف دیلی تمام خوش کبرات رزدار جاری اختلاف کردیه کردیه کمی تش کردی و هندک شوانا ام بیجین هر چیز دکه همیجم هندک شوان حکمتش اختلاف هندک شوان سبب اختلاف هندک شوان چوا تعامل دیال بکن فایده توی هندک شوان یعنی نه همی اختلاف یعنی دو برکی هفرکی نظرا دو کسا دو لایانا دو تیجاها سر بابتا که دیار کری یان جگ جدابون و جگ وبینا دو هزرا دو لایانات ایک مسئله داد، ایک آرمان جدا، ات ایک مرمت، ایک هدف داد. مثلا وقتی مسئله کتیت پیش، او چه نصت قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله سر نبن، صحیح و صریح و واضح سر نبن، یان هبت بلی ظنی بد، نه قطعی بد، یعنی ببت جه اختلافه، زانه طبعا اختلاف نه تفرقه نه تجزئه دينيه نه
جاره مگوی ایکی اوه اختلاف اوه دوباره که نبرد دلار نصر تشتگی سر مرمه که سر هدفه که هر دو نه ایک بود چونن هر ایک بود چونه که نقطه دی گشتی طبعا ما دو جوری اختلافیت های خوش که برات رزدار اختلاف ها بجنه یا مذموم یا همی شره چه خیر تو اختلاف دانینه اوه یا ایکی همه همی خرابیه بس خرابی پیوتید وی جوری اختلافیه اوجی کش اختلافه اوه کو شر اوه کو یا مذموم اوه کو خود نهی مجد کن اوات عقیده دا مثلا کفر و ایمانه اوات عقیده دا چونکه خود تعالی بجو ما انزلنا بجو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی بجو اف قرآنه اف قرآنه همه بوتا نفر کره الا دا بوتا تشتکی دیار بکت اوجی چه دیار بکت الذی اختلفوا فیه او تشتتين مختلفة ديالي بواوي تشتي ديار بك توازح بك او جي تشيها ما قول مسألة عقيدة كفر و إيمانة يعني نبرا ما غير ديانة نبرا بسلمانة غير بسلمانة چنكي وقت كافرة قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم قول طبعا فيري اف اختلافة هدنة و بيك إينان و بيك وجيان و اف هدنة تدانينة دو بجالة موالي هنده جبل عجد حاشا قشت برازي خوم هما توجي هنده جارة رمز گفتي اما اون دچار اش دیم گفت تا حاش عرق و خم تو جیاره رمضان دوست رو جک بیه اون اف اف هد نه چه نابد اف نه قبیله وقتی کافر گویی پیغمبر اسلام سلام هندجارا تو هم همه پیکین همه سه چیزی پیکین ای چیه هندجارا تو عبدینیا صنا بین مب که واره گل ما ام جی هندج روزا دی عبدینیا خدای تا کی نه هم وده پیک و نه پیغمبر اسلام سلام همه پیک و جین پیغمبری و قبیل نکرد گویی قل خود تعالی گویی پیغمبری به جوانه یا ایها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم حتى دمائك سورة الكافرون أفاخد تعالى إكلا كر حسم كر أفاخد هدنا و بيك هاتن و بيك وجيان تفيدانينا تبجي عند جامعة أجدهم دا همان بيك وبجين هن حاشا بد إيك دين قد كان لكم آية أفاوكو اختلاف يا شر قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يعني أو بحسبها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت هذا خد تعالى إقلاع كلي أو جوري اختلاف أو نهي ما أو خد تعالى واضح جهاتي كلين كيشكا هم حس كيف خشك إبراهيم ها جفيرو بيبقى جالك وجالك تركيز بكن أو اختلاف همي شر همي نفيان حميد ندرس او نهي ما جكري اكشوان الخلاف الذي ينهى عنه هو الخلاف العقدي او خلافة عقيدة دا فكونو كما بحث كري دي سبا الخلاف الذي ينهى عنه خد تعالى كيش خلافة نهي ما جكري شكي ما قد دو جورة خلافتين يا ايكي افا انو كامي سر تاخذين خلافة همي شر يا مذموم يا خد حاجة نكت اشتاق بالناكت هو الخلاف الذي حسمه الدليل او خلافة افا دليل حسم كري يك اختلاف جي بسلمان بره خود جل پیغمبر صلی الله علیه و آله حتی قیامت یک خلاف جی سر نینه حسمه یک لا کنه بسلمانش مشرق و مغرب شرق و غرب جنوب و شمال همه متفقن که افتشتا یک لا کری اف اختلاف یا مذمومه اول خلاف الذي ينهى عنه اصول العقائد یعنی اصول العقائد اوا خود تعالی یک لا کری چناوت هم پیدا اختلاف بچین و اصول العبادات و اصول الاخلاق افانا خودید اقلا کردین چه هدنه و چه یعنی اختلاف ویری دا چنابت ما خلافت باوریاب خودی دا هبت یا باوریاب اکانت ایمان بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و الیوم الاخری و بالقدر خیری چنابت خلافت ویری دا هبت او عبادات دا چنابت از بیشم حالا چار نویش فرزن آن نویش ها نیورو چوانیوانج طبعا از اکم پنج رکعت یا قربان یا اختت بود عید حاجیا خود همه غزال از غزاله که سرجه که گلک گشته و خوشتره و باشتره من پاس کیویه که خوشتره و گلک آدیتره پیش پازیوه پیش بزنه و چیلیوه از ایو سرجه که اوه نه اوه چنا بود اوه وقت توقیفی نه الاصل فی العبادات الحضر المنع چنکی توقیفیه چنا بود تو عبادتی دا تو تشتکی زیده و کم بکی هشیار و چه نابه تو بجه خودم از سنتا که درخم از سنتا که کم چه سنتا والا من عیاله که های از سنتا که سنتا عیالی نینه تو بجه من عیاله که از سنتا کم
اما لازم سنتا كم كوري من تشي فلان جيب از بمناسبه سنتا او سنتا نينا ها افاك شنو بتزيدوا الاصل في العبادات الحظر المنع الا تدليلها بدكو درسته عبادتي بك بلغ شكبر درزدار ما قوت او اختلافك خديش ما قبيل نكت والنهي ما جكري او خلافه افاكوت عقيدة اصول العقائد اصول العبادات اصول الاخلاق ودي سوا كبائره افاجي دي سوا خدت على شما قبيل نكت اختلاف تضاهبت وكي حرام كرنا شركي شنو توافقون بني ما نكا قلتي قل يا ايها الكافرون كافرا قلتي ان دجا عمد عبدنيا خدايتك ان دجا تجي عبدنيا الصلاه ما كان عمد بيك فاجي نعم خدت على قبيل نكر شرك حرام خلاص وما يشرك بالله فكانما يعني خدت على ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تش هدنا وتش قبيل كرن الشركي دانينا كنت الشرك حاشا شريك ابو خدت شيكي تش جرى حلال نامش منو شريك حاشا ابو خدت على شيكي ابدا يعني شركات شريكاتي حرامه ظلم تش ارداد ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار خواه بچی کترین میل تو بو ظالمی بکت بچه ایش ظلمی بکت ها ظلمو همه بچه ایش ظلمی بکت نه گوتا ظالم شلوی ظلمه آن ظلام همه شفرش ظلمه دی نه ظلمو هنده جایش ظلمی بکت ایک چناب تو بچی کترین میل اپ هر چشتاک تو بو بکت چناب ظلم حرامه دی سبا اختلافت هنده دانیه کو مگود شرک چنابت ظلم خود تعالی واضح یا حرام کری كفر واضح يا حرام كري فخرنا عرق واضح يا حرام كري اختلاف فيدانينا زنا واضح يا حرام كري بالدهام صدام دليل آيات القرآن التهين قتل عقوق الوالدين دراو خرنا قشت برازي افتشتها خوش كبرت رزدار خدت على واضح يا حرام كري تش اختلاف شنابت اختلاف فيدهابت هي اختلافك ادفانتش داهبت أركان الإيمان وأركان الإسلام وأصول الأخلاق وكبائر وفنا أو هماش إسلام درت كبد هي اختلاف تداهبت دي سوا أو اختلاف نهي ما جهاتي كرني أفيا ثوابت ثوابت شيا قول ثابت جازم قطعي الدلالة وقطعي الثبوت صريح وصحيح أفيا قطعي شو معنى قطعي الثبوت يعني الصدر صدي او نصايا صحيح بد صدر صدي چه شك و گمان و چه خلاف تدانه بد قطعي الثبوت او قطعي الدلال يعني ايك معنى بدد ايك معنى بتنه بدد مثلا اقيم الصلاة والسارق والسارقة انما الخمر والميسر وفهمي چه معنى دي جنات شن ايك معنى جد شد يعني چه اختلاف تدانينا يا صريح بد ويا صحيح بد او كشكن وهي المسائل الاحكام التي لا تتغير بتغييرات الزمان ولا المكان والناس تجرف اف احكامتها احكامت عقيده واركان الاسلام وايمان وكبائر وابد قطعي الدلاله قطعي ثبوت تجرى تغيير زمان كان جبت وتشابت الكيفبت نايت غهرين نلقى الخلقي نلقى الكاس نلقى تظروفا بوتي لتاكيد الوحي تشكي وحي قالك جاري دوباره كري دي سبب ثواب تنا يعني قطعيات أو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يا الصريح والصحيح واختلاف شنبت التي أقام الله تعالى بها الحجة الواضحة في كتابه أنت قرآن إذا قلتي أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يصير زمان بيغنبري صلى الله عليه وسلم ولا مجال للعقل مجال دفن مسألة دا مسألة عقيدة ما قلتي وانا عبادات وأخلاق ومسألة كبائرة مجال نهلب وعقلي ومجتهدة أن در جيتشن واختلاف جتدانينا ثوابتا يعني كس اجتهاد اختيار تدانينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم مسألة قطعيات وقطعي الدلالة وقطعي الثبوت والصريح والصحيح أفا ما قلت يكو اختلاف سنة أبدا شنو ما تسليم ببين بس يما تسليم بينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بحسي فان مسألة يعني ما قلت ثوابتنا بله ثوابت يعني دو تفسير جناتشن دو رأي دو بوچون تدانينا اتفق المسلمون شرقا وغربا شمالا وجنوبا قديما وحديثا إلى يوم القيامة مثلا ما قلت أركان إيماني أركان إسلامي مثلا قبلة ما إيكا مثلا كبائر همي متفقوا حراما
و چوانی انجام دانا عباداتا و کی پیغمبر اسلام سان گوتی خذو عنی مناسککم صلوا کما رایتمنی اصلی لازم ثواب و اخلاص هر دو ات عباداتا هبن دي سوا ثوابت اوا کو تعالی نهی ما جکری و ثوابت بن ثوابت و کی آیات قران بج منه آیات محکمات هن ام الكتاب هندك آيات تاني محكم شو معنى محكم؟ يعني واضحات قطعي الدلالة ودبركن وقطعي الثبوت أفا واضحات القطعيات التي لا تحتمل معنيين يعني أفا كد معنى نادت إيك معنى قطعي الدلالة إيك معنى جد مثلا أنتم ما قلتي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو ما قلتي خد طالب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چرا متن اجازه سپیده ساعت ده روزه بکی وقتی وی چوانی وی رکعات وی توقیفینا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كهيف رمضان يا چرا بری هنگ پشتینگ تو بگیری حجاب مثلا فروضن اف خودت خودت على سر ما ثوابت 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 او نوید کو هماش صاد صاد ها جنین تو بسیار بگی تو نو بجه مفتی ولا نویجا نویجا نیورو هر تو بجه چار کاتن نویجا نیورو ها نویجا سپیده پشتی تاو در کم بری تاو در کم از بکم اوه پسیار همه مفتی ها ناید کرنه او پسیارش مفتی تید کرنه اوه نوید بحرا بتره اوید امید دیف دا کو ما گوتی جوریت اختلاف نامید بجین اختلاف اولی اوه کو خودش ما نهی ما جه کریوش ما قبیل نکره ثوابت ما گو هوجای پسیار کرنه جنینه چنکی خود تعالی بجد وقد فصل لكم ما حرم عليكم خوش کبرات رزدار او هر تشتکی هر تشتكي مروف خدا تعالى وعد آجري بودابت هر كاره كي هبت هر تشتكي هبت هر كارو عمله كو قوتنا كي هبت خدا تعالى وعد آجري بيدابت إلا أو قطعية إلا خدا تعالى واضح يا ديار كيري صاد صاد يا ديار كيري چه خلافت اختلافت دانينا و او تشتكو مروف بيب چود بحشت جاء و ركشي بمروف ديار كيرين واضح أما اختلافاتنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم انما حرم عليكم الميتة يعني خد تعالى تشتت حرام يتكيم كرين يتحلال ميدانوي بحسبة چونكي محاسبة ما خوش كبرت رزدار محاهر محاسبة هر كسا كده سر تشتت ديار بد تشتت اختلاف السر سرنين دي سوا ثوابت مقاصد كلينا حفظ الدين حفظ النفس عقل حفظ المال حفظ العرض والنسل هذا ثوابتا مكارم الأخلاق قيام مبادئ أخلاقنا يعني اتفق الأصوليون على دلالته واتفق المحدثون على صحته أفايا ثوابا اتفق الأصوليون على دلالته يعني دلالته قطعية واتفق المحدثون يعني علماء حديثه متفقا صار صحته ثوابا خد تعالى فالله أمرنا بأشياء أمر ما يبهن تشتكري واضح ونهي ما شن تشتت واضح كري وهن تشتت خد تعالى خبيدان كري او تشتي خد تعالى امر ما بكري اكان بكين دي نزكي خد بين او تشتي نهي ما جكري اكان ما تشتي بكين ديش خد دير كرين او تشتي خوب دن كري امجي خسر بيدين بكين چكي نا خودش بي كرا بلكي يا بوندي كو امجي خوجه بيدين بكين دي سواد دماي كينين وقت ما دماي كي هات ثوابت انت زانا بجد او كبائر كبائر چي ادب كرتي في خلق دماي كينين او گنهن اوت خد تعالى حد بودين حد شرعي و وعد بيداي كو اف كسيها دي بويتش دي ام في كورو كريا دي بي چد جهنمي اما معنى ثوابتنا وقت ما بدو ما يكاد بابت ما غلق ما يو غلق درجة و غلق مهمة ان شاء الله خلقا بيتا كر خود حس كد دي چين في تمام كين اوا كو خلافا نهي ما جهات كرين و دي چين جور دوي اختلاف كو اوج اختلافا يا مشروع او يا درسته حتى بي خلقه بمينو بنشاف ديريا خود بابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.